السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم كاملين؟ وليداتكم كلش لاباس؟ الحمد لله. ها انتم، ها شو هاد الشغل؟ هاد الشغل راه قديم، ما كاين باقي اللي بغاه. كاين هذا الشغل باش كبرتني امي، هادي باش كبرتني امي، ها ها هادي باش كبرتني، تتنز الزرابي وتبيعهم. هادي هي الصوفة باش كبرتني امي، هادي الصوفة. يلا ننزوزها. ها احنا دابا غنغسلوها. عارفه لكم المرحله الاولى هي هادي. هاني غندير نغسلها في الماء. جبتي ندير شي تتيت غير شويه، حيت هي اصلا داك الماده اللي فيها تتغسلها. المهم راه غادي نغسلوها بالماء ديال الشاطئ البنات، حنا كنستعملو ديال البير. عمري واقيلا ما وريتهم البير. المهم من بعد نوريه لكم البنات. غنبدا لكم من الزيرو. هذا الزيرو ديالها. هادي المشاهدين تيديرو فيها الدراري اللي تيقراو القران في اللوحه، في لوحه الخشب. هادي باش يصيبو داك الصمخ اللي تيكتبو فيها في سميتو في اللوحه، تيديرو في القرعه تيحرقوه. تيلا اللي بغا فيكم نوريه كيفاش، نوريه كيفاش تيحرقوه، تيشعلوا لي العافيه بالعواد، يديروا شي حاجه حتى يتحرق تيولي داك الصمخ. راكم عارفينو. هاني ها هذه المرحله الاولى، راه غنوريها لكم تندير فيها الهضره ديال الصلاه ان شاء الله. اللي غندير ان شاء الله هذا الشغل ديال امي، هذا ولاتو لي امي. هاني عاودت انا وليت بلديه، هادشي بلدي وهادشي ما بقاش. الله يرحم الوالدين الا ما حيتو هادشي، راه هادشي ما بغيناش يمشي. انا بعدا انا ما بغيتش يمشي هادشي، حيت هادشي راه شي حاجه. حنا تسعه ديال الدراري، ثلاثه ديال البنات وسته ديال الرجال. تبارك الله، الله يخلي لكم وليداتكم. هادشي باش كبرتنا امي، هادشي باش كبرتنا امي. ها هاد الصوفا تتنج فيها الزرابي وتبيع وتاكل نطف الخبز بالحلال. دابا غير واحد جارتي غترميها، قلت ليها راها ليا ما ترميهاش. واحد جارتي عندها الغلم. تحيه الجميله، تحيه لها كبيره، تحيه الجميله اللي هي اللي عطاتني هاد الصوفا، حيت هي تبارك الله عندها شغل بزاف ما مسالاش ليها حتى هي، تضعف ليها حتى هي من المتابعين ديالها. هي والعبوسه حتى هما تيصيبوا هاد الشيء. غير جارتي راه تتكون تتكون معنا في ديك الحفله اللي تنديرو، داك الخرجات اللي تنديرو تتكون معنا. قلت ليها صافي عطيها ليا ما ترميهاش، حيت النعمه هادي. ايوا يا المشاهدين، يكون كانت سهره دري عند لها جلابه، ولكن خساره كانت بنت. كون كانت دري عند لها جلابه في هاد الصوفا. دابا غندير فيها الهضره ديال الصلاه، واللي بغى شي هضره ديال الصلاه بلديه ويقولها ليا نصيبها ليه. نجيب لها غير الصوفا ونجها ليه. نسد الماء ولا غلطت خدمي بينيت؟ صافي غير سد، نسدو الماء. دابا تنفزكوها، تنخليها واحد شويه، نخليها كاين كاع اللي تيخليها الليله باش هادشي يرطبها. نتوما دابا المشاهدين غتقولوا هادشي ما اللي عارف الصوفا راه عارفها، كاين اللي سميتو غيقول هادشي ما غيتصاب. كلشي هادشي ان شاء الله غيتصاب بجهد الله.
هذيك حلاها غنعزلها هذيك حلا هي قمة حيدة النعجة ها هذا هو الشغل البنات اللي ما خصهاش نفرطوا فيه اللي ما تعلمش لهذا الشغل يتعلم ليه غير باش يعرف فين تجي الجلابه والزربيه ليه حتى الله الزرابي ولكن هذا الشغل ما خصوش يخطرنا في الحياه ديالنا نوريه لولادنا لولاد ولادنا كما ولاتو لي امي غير يعرفوا المهم اشنو هو المهم عندي غير يعرفوه يعرفوا فين تجي الزربيه والجلابه ودي شويه الصابون غير شويه هي راه فيها الصابون ديالها ها انتم البنات ها دابا ان شاء الله واحد شويه واحد ساعه ولا نص ساعه ولا المهم باش ما خليتيها تترطب وتكون زوينه وعاد غنرجعوا معكم باش نوريكم مرحله اخرى هذه دابا راكم واحد المرحله ديال الصفا شوفوا الماء ديالها طلق داك الشيء كامل داك هذا راه هذا راه حنا كنا كنصبروا به ملي ما كنصبروا بزاف كانت امي تصبر لي الحوايج تصبر لي الحوايج هذا الشيء هذا الشيء راه الصابون سبحان الله داك الشيء ديال بحال الصابون سبحان الله راه ماشي لو سيخ ولا العرق ديال 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 الغنم ها العرق ديال الغنم هذا ماشي لو سيخ ولا شي حاجه ها كانت امي تصبر به الحوايج حيت الصفا تصبر فيه الحوايج وتخرجوا الشلح البنات اللي يشلح طادوت راه السير طادوت شلحه واه باقي نوريكم القرشال ونوريكم المغزال ونوريكم كلشي وهاني هاني غنرجع معكم ان شاء الله جيب لي واحد الصلب ونجزيك في هاد الكرة المهم البنات دابا غادي ندي البانيو فاش غنفسكو ديك الكحله حيت هي غادي نقدوها بوحدها دابا انا راه في الدار الفوق هاشي لتحت ديريها في هذا دابا حتى الكحله غادي نديروها بنفس الطريقه
هاي اللي قلت لكم ها باش نصيب وصمخ ها هو هذا الصمخ ديال اللوحات دوك القداه ها شوف سبحان الله هذا غير العرق ديال الغنم ها ها انتما هاد الشيء اللي كنت تحت الكرج وحده رجلين ديال القدام ها هاد الشيء ما غنضيعوش هاد الشيء غنجمعو صافي نسد الماء المهم عندناش هذا هو الجزء الاول من كيفيه غسل الصوفة المهم غادي ندير معكم مازال المراحل اللي بقى وهي رفع مراحل المهم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تهلاو ليا فراسكم